وللحديث عن أوضاع المعتقلين في العراق في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب معنا من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. أستاذ علي، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كيف تقيم أوضاع المعتقلين في العراق؟ هل لا زالوا يتعرضون لذات عمليات التعذيب الممنهجة رغم الإدانات التي تصدرها منظمات حقوقية دولية ومحلية؟ أجد من الواجب علي أن أشكر قناة الرافدين التي نذرت نفسها وكانت صوت المعتقلين ومعاناتهم وصوت أهالي المعتقلين ومعاناتهم أيضا. هذا أمر لازم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذه المرحلة العراق يعيش يعني أسوأ أيامه فيما يخص ملف المعتقلين. ملف المعتقلين الآن هو في أسوأ الأوضاع، لا سيما في زمن انهارت بمنظومة القضاء. يعني منظومة القضاء هي الحامل الأساسي يفترض للمعتقلين. الآن منظومة القضاء في العراق منهارة تماما، يعني وسائل التحقيق وكل المنظمات الدولية أجمعت على أن المعتقل العراقي تتم انتزاع الاعترافات منه تحت أبشع أنواع التعذيب. هذا أمر متفق عليه كل المنظمات الدولية المحايدة. أنا أعتقد بأنه مساندة قضاء، يعني مساندة هذا اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نعم، يعني هذا من الأيام المفروض الذي يعني يقف أمامها، لا أقول الحكومات، لأنه الحكومات العربية والحكومة العراقية أغلبها متورطة في عمليات تعذيب وقتل وإعدام خارج نطاق القانون، لكن أدعو المنظمات الدولية والنشطاء ووسائل الإعلام على الوقوف مع المعتقلين ومساندة قضاياهم، وأن يكونوا صوتا يعني يرفعوا أصواتهم من خلال هذه خصوص القضايات ووسائل الإعلام. للأسف المعتقل في العراق يعني مر بمراحل، أسوأ مراحل منذ بداية الاحتلال حتى اليوم، لم يجد من الحكومة العراقية أي مساندة. وأنا أذكر يعني هنا يجب أن أذكر للتاريخ أن هناك أكثر من 9000 معتقل سلمتهم القوات الأمريكية، قوات الاحتلال الأمريكي لما تسمى بالحكومة العراقية وميليشياتها وأحزابها، وهؤلاء كانوا معتقلين ومن مناطق معينة ومعروفة. كانوا معتقلين لا أقول بتهمة بل بشرف مقاومة الاحتلال. والآن نسمع من هذه المسميات والأحزاب والميليشيات والحكومة بأنها تقاوم الاحتلال وتريد إنهاء الاحتلال وغيرها. لماذا لا يتم إطلاق سراح هؤلاء؟ لماذا لا يتم تعويضهم؟ هؤلاء دافعوا بشرف عن وطنهم وقاوموا الاحتلال في زمن كانت بالمسميات الأخرى يعملون أدلاء ومرشدين ومترجمين، الآن منهم مسؤولين وقادة كانوا يعملون أدلاء ومرشدين للمحتل. فأنا يعني من خلال منبركم أولا أشكر قناة الرافدين على مساندتها لضحايا التعذيب، لا شكرا واجب، والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والفضائيات لدعم المعتقلين ودعم عوائلهم. أستاذ علي، هنالك العديد من التحقيقات بشأن الانتهاكات والتعذيب والعنف في البلاد، لكن لم تفضي أي من هذه التحقيقات بما هو مطلوب منها، لماذا يا ترى؟ لأن الحكومة متورطة، يعني الحكومة الآن حين تقول تحقيق، من يتولى التحقيق؟ يعني هاي ليس يعني لازم العالم كله يسمعها، من يتولى عملية التحقيق؟ يفترض أنها الحكومة والأجهزة التنفيذية أو الأجهزة القضائية، لكن احنا للأسف سبق وأن ذكرت بأن منظومة القضاء الآن منهارة والحكومة متورطة في عمليات التعذيب، لأنه لا يوجد سجن اليوم من السجون العراقية سواء عن السجون الابتدائية أو سجون الميليشيات أو السجون الكبيرة والرئيسية، لا يوجد سجن فيها إلا وممثل من كل الأحزاب والميليشيات التي تحكم العراق. طيب، فلا ننتظر أبد، لا ننتظر يعني لجنة أو تقرير أو موقف
حقيقي ينصف هؤلاء. الأهل هو اللي يفترض أنه بالضغوطات على المنظمات الدولية والمطالبة بمقرر خاص من الأمم المتحدة، يعني لجنة محايدة دولية محايدة لتحقق في قضايا الاعتقال في العراق والانتهاكات. طيب، أمام فشل هذه التحقيقات بالوصول إلى نتائج تكشف المسؤولين عن هذه المشاكل، إلى أي مدى تتحمل السلطات في العراق المسؤولية الكاملة في تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، وما هي آثار ذلك أيضا؟ سيدي الكريم، لا نقول فشل، لأنه الفشل يأتي أحيانا من خارج الإرادة. لا يوجد فشل، يوجد يعني إصرار من الحكومة على منع أي تحقيق يعني وأي لجنة تحقيقية وأي نتيجة حقيقية لمحاسبة من يقوم بقتل وانتهاك وتعذيب المعتقلين. الحكومة العراقية متورطة، ليست فاشلة، هذا ليس فشل. الحكومة متواطعة ومتورطة بكل ما يحدث في السجون العراقية من الألف إلى الياء. هل تستطيع يعني هل من المعقولة أن الحكومة لا تستطيع أن توفر أدوية؟ وأنا أتحدث عن أدوية بسيطة اللي تخص الأمراض المزمنة واللي تخص القضايا الجلدية وغيرها. هل يعني الفشل الكلوي الآن اللي يعانون منه كثير من المعتقلين بسبب المياه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وقضايا الطعام وغيرها، وناهيك عن الأفكار الثأرية والانتقامية والطائفية التي يعني يتصرف بها هؤلاء الميليشيات أو من يدعون بأنهم سجانين ويمارسون أحقاد. يعني لدينا تقارير ووثائق وشهادات يعني مهولة عن حقيقة ما يجري في العراق الآن، ولكن أؤكد كل الذي يجري في العراق الآن يتحمل مسؤولية الاحتلال الأمريكي، لأن هذا الاحتلال البغيض هو الذي سلم العراق إلى تلك الميليشيات المجرمة وسلمها السلطة في العراق وسلطها على الرقاب العراقيين. اليوم في ظل تأكيد البعثة الأممية في تقريرها الأخير في حزيران الحالي أن هناك تقدما محدودا جدا فيما يخص قضية ملف حقوق الإنسان في العراق، السؤال: لماذا لم تتحمل البعثة مسؤولياتها بهذا الشأن وتطالب بفرض عقوبات ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في العراق؟ الحقيقة التقدم اللي تحدثت عنه هو من خلال وجود يعني مسميات وعراقية بدأت تشارك في المنظمات الدولية في جنيف وغيرها تابعة للحكومة العراقية. هذا ليس تقدم، ليس تقدم. هذا التقدم الحقيقي اللي نطالب به هو اللي يتم التخفيف عن المعتقلين وأطلاق سراح الأبرياء ومحاكمة ومحاسبة من ينتهك حقوقهم ومن وشى بهم، ويعني تثبيت قانون المفهوم و يعني عدم الإفلات من العقاب. لا أعتقد أنه مكتب الأمم المتحدة التابع لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر يتحملون مسؤولية كبيرة عن حقيقة ما يجري في السجون، لأنهم الجهتين الوحيدتين الآن المخولة بزيارة هذا السجون. نعم أستاذ علي، من الممكن أنك لا ترغب في التكلم عن هذه التجربة، لكن في ظل تجربتك كمعتقل سابق لدى القوات الأمريكية منذ الغزو الأمريكي واطلعت على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات والأحزاب والميليشيات، إلى أي مدى يخشى المعتقلون المطلق سراحهم التحدث اليوم عن تجربتهم في ظل ما تعرضوا له؟ إلى أي مدى مهم توثيق أيضا هذه الانتهاكات؟ أنا منذ أول يوم إطلاق سراحنا أسسنا جمعية وبدأنا نعمل في هذا المجال. عملية رصد وتوثيق الانتهاكات التي حصلت وتحصل اليوم في السجون ما تسمى بسجون ما تسمى بالسجون الحكومة العراقية وغيرها وسجون الميليشيات والسجون السرية وغيرها، أهم شيء أن يتم عملية رصد وتوثيق هذه الانتهاكات. لن يضيع حق وراءه مطالب. الكل يسمع. يأتي اليوم الذي يدفع كل هؤلاء سواء من المحتلين أو من ذيولهم وأعوانهم ثمن جرائمهم. وأنا حين أتحدث عن تجربتي كل العالم وتحدثت بها كثيرا، التجربة الاعتقال لدى قوات الاحتلال الأمريكي
أصبحت يعني علامة بل وصمة عار في جبين هذه الدول التي يعني كما قال الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، هذا التي المثل العليا على فمها وفي كل امتحان تبصق المثل. طيب أستاذ علي، يعني اليوم اليوم هنالك انتهاكات مستمرة، تعذيب على قدم وساق في العراق، وأيضا هنالك عجز لدى القضاء في التحقيق في هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين كما ذكرتم وأوضحتم. هل هنالك أي إمكانية لأن يتم تقديم تقارير موثقة وشهادات إلى المحاكم الأوروبية أو الدولية من أجل إنصاف الضحايا؟ هذا الطريق نحن نسير به ومصرين على السير به، ويأتي اليوم الذي تأتي فيه لجان دولية محايدة. نحن لا نقطع الأمل ولا يعني لا نقطع الأمل ولا يعني أنا أقول هذا الكلام للمعتقلين ولعوائلهم، نحن نعمل بكل ما نستطيع من قوة في هذا المجال رغم مواجهتنا يعني النفاق الدولي والكيل بمكيالين والازدواجية، لكننا بعون الله لن ولم نمل من هذا الأمر، وسوف يأتي اليوم الذي يقتص بالسجان وذوي المعتقلين من المجرمين الذي تسببوا في أذاهم سواء من محتلين أو من أعوان. من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، كنت معنا عبر سكاي في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.